الأساتذة الكرام، والدهم أو رحماني أسوتي ميري علي الإسلامي بايوم أو بهنام حضور أكرم صلى الله عليه وسلم فرما يا ها لغون مرا بعد ورسة سنية ميري قياله كيسا كبات اس جغا پر تم سے نامل نا سکو لغون الله تعالى فرما يا ها کہ ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے لوگوں کسی عربی کو اجمی پر کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت برتری نہیں ہے فضیلت صرف تقویٰ سے ملتا ہے میں میری چھوٹی تقریر کو ختم کرتا ہوں واخر الدعوان ان الحمد لله رب العالمين جزاك الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.